لتسليط الضوء على النزاعات العشائرية في ظل انفلات السلاح في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية فايز الشاووش. سيد فايز، مرحبا بكم. يعني رابطة حل النزاعات تقول في تصريح لها بأن العشائر باتت أقوى من الدولة والأجهزة الأمنية عاجزة عن مواجهة السلاح المنفلت خارج إطار الدولة، لكن هنا من الذي سمح بأن تصل الأمور في العراق إلى هذه الحالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وإلى مشاهديكم الكرام وإلى الثوار في كل العراق الذين يسعون إلى تغيير مجرى المشروع السياسي في العراق لأنجلب كل الويلات والمصائب إلى العراق وشعبه وعشائره. طبعا بهذا الموضوع بكل تأكيد منذ تشكيل ووجود الميليشيات المدعومة من إيران اخترقت هذه الميليشيات أغلب العشائر في مناطق الجنوب والوسط، وبعد انتماء بعض أبناء العشائر إلى هذه الميليشيات مما زاد بوجود السلاح بكثرة هائلة وسط هذه العشائر. ويبدو بأن هذا الموضوع هو مشروع متفق عليه من الجارة إيران ومن الأحزاب الموادة ميليشياتها على عدم استقرار العراق وعدم استقرار عشائر في العراق ومزيد من الفتن، لأن هذه العشائر تعتبر هي الأساس في العراق، لأن العراق هو مجتمع عشائر ودينه ورياضه وقراءه، وبالتالي من يتحمل هذه المسؤولية هي الحكومات المتعاقبة وآخرها حكومة مصطفى الكاظمي. ولا نقول بأنه إهمال أو تراجع، ولكن يبدو بأنه يؤكد بأن هناك مشروع متفق عليه مع الجارة إيران ومع ميليشيات لزرع مزيد من الفتن بين أبناء هذه العشائر للسيطرة العراق ضعيفا متصارعا ما بينه لكي تبقى ايران مسيطره على العراق وعلى مقدراته وعلى مستقبل اجيال. سيد فايز، في مدينه الصدر ببغداد الكل يعرف سوق مريدي العلني لبيع وشراء الاسلحه امام انظار الاجهزه الحكوميه. من المستفيد من هذه السوق المفتوحه للسلاح؟ بكل تاكيد المستفيد هي ايران وميليشياتها، ومن يريد دمار العراق وشعب العراق ومزيد من الفكر كان العراق وبين ابناء الشعب العراقي لكي يبقى العراق ضعيف. ايران وميليشياتها مسيطر على العراق بوجود مزيد من الفتن بين ابناء العشائر، بالاضافه الى انه الحكومات المتعاقبه غير جاده و صراخية، بل انما املاءات عليها بعدم السيطرة على السلاح المنفلت في العشائر وغير العشائر وفي الميليشيات لكي يبقى العراق غير مستقرا وضعيفا. سيد فايز، من دقاء سيطرتها على العراق. سيد فايز، يعني الميليشيات من جهة والعشائر من جهة ثانية يمتلكان القوة والسلاح، الدولة أصبحت ضعيفة، لكن هنا بالنسبة للمواطن العراقي كيف يعيش بين نفوذ الميليشيات وسلاحها وسطوة العشائر وقوتها؟ المواطن العراقي ليس لا حول ولا قوة الآن، لأن الآن أضعف ما فيه وأرخص ما فيه أصبح الدم العراقي المتواجد منذ تأسيس هذه العملية السياسية منذ 2003، وخاصة بعد استيلاء المالكي أو بعد مسك المالكي للحكم وبعد حكومة الجعفري وحكومة العبادي وعادل عبد المهدي، وهذا سيبقى هذا الموضوع شائد وقائم ولن يكون للعراق استقرار، وستبقى مزيد من زيادة سفك الدماء بين أبناء الشعب الواحد وبين أبناء العراق لكي يبقى العراق ضعيفا مثلما قلنا، ولكي تبقى هذه الاحزاب مسيطره على حكم العراق وعلى مقدراته وخيراته، وهذا بتوجيه وبدافع من جاره السوق ايران الشرقيه. المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثوره العراقيه فايز الشاووش، شكرا جزيلا لكم.